السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. أولا بنشكر الناس اللي اشتركت في القناة، ونتمنى الناس اللي لسه ما اشتركتش تشترك. الموضوع النهاردة هنقول الجزء الثاني الخاص بموضوع تحضين بيض السمان في فقاسة يدوية. موضوع النهاردة بسيط جدا ومهم جدا في نفس الوقت، وتقليب البيض. احنا عندنا بيض سمان، زي ما حضراتكم شايفين، زي ما قلنا لحضراتكم ان بيض السمان بيظل في الفقاسة 18 يوم، من اول يوم لحد الفقس، يعني بيفقس بعد 18 يوم. التقليب بيبدأ في اليوم الرابع، يعني بعد 3 أيام، بعد 3 أيام بدون تقليب، 3 أيام تماما بدون تقليب. بنقلب في اليوم الرابع، وبنقلب البيض من 3 إلى 4 مرات في اليوم، ويستمر التقليب لليوم الخمستاشر، لحد يستمر التقليب إلى تمام 15 يوم من بداية التحضير. الـ3 أيام الأخيرة بدون تقليب، وبنزود الرطوبة في الفقاسة زي ما قلنا لحضراتكم في الفيديو الأول. هنقلب البيض مع بعض وبعدين نشوف. نقلب طريقة تقليب البيض أهو كده، أهو كده، يعني كده أهو. تستمر الحكاية دي لليوم الخمستاشر 3 إلى 4 مرات في اليوم، ولو زادت عن كده مش مشكلة. المزارع بتعمل أكتر الفقاسات اللي هي الأوتوماتيك، ممكن بتقلب كل ساعتين، فمفيش مشكلة في زيادة التقليب. 3 إلى 4 مرات احنا بنعمل عشان ده يدوي، كل ما تشوفه قلب، لو زادت المدة العدد تقليب مش مشكلة. بعد ما قلنا في بعد 15 يوم هنرش، نبدأ نرش مية، واحنا هنشوف مع بعض كل المراحل دي. وفي اليوم 18 ان شاء الله نشوف مع بعض فأس الكتاكيت، ونبقى نعمل لكم. وقبل كده في اليوم بعد 15 يوم مننساش ان هيبقى فيه رش المية او زيادة الرطوبة، اللي هو في الرطوبة اللي هي دي هنعطن لهم حاجات فيها مية زي كده في الأركان. هنزود العدد ده ونرش مية كمان، نساعد الكتكوت على الفأس. الرطوبة تساعد الكتكوت على الفأس. وإن شاء الله بعد ما نعمل الفيديوهات المخصصة ديت، كل مرحلة لوحدها، نبقى نعمله نجمعهم في فيديو واحد من أول مرحلة لغاية المرحلة الأخيرة. وممكن كمان عفوا ممكن كمان نربيهم بعض الوقت السمان في الفقاسة ان شاء الله، يعني اما يفقس حاجة بإذن الله نسيب نربيها في الفقاسة. قبل ما انسى، كان في حد سأل سؤال جيد. هو بيسأل هل السمان الصغير بياكل لما بيطلع من البيضة، اول ما بيطلع من البيضة بياكل، بيأكل نفسه ولا حد؟ مين اللي بيأكل السمان اللي فائس من البيضة؟ مين اللي بيأكله؟ يعني زي الحمام مثلا ان ابوه وامه بيأكله؟ لا، احنا الاجابة بنقول له لا، ان السمان غير الحمام، لان زغلول الحمام بيعتمد على اهله، ابوه وامه في اطعامه. اما كتكوت السمان فهو مثل الدجاج، يعني هو زي الدجاج، بيخرج من البيضة يأكل نفسه وبيطعم نفسه بنفسه. احنا بس نحط له اكله ونحط له ميته ونوفر له التدفئة بتاعته والجو المناسب، وهو بيأكل نفسه ان شاء الله ويكون تمام. نتمنى يكون موضوع النهاردة افادكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. شكرا ليكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.